تحدث على المال وحضرتك ذكرت ان المال كله لله، خلاص احنا متفقين على هذا الكلام، هو مجرد بس وسيله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ليه؟ شهوه، رياء، سمعه، عشان الناس يشكروني، عشان ازل الغلابه. انما نطعمكم لوجه الله. طيب لابد من الاخلاص عند الصدقه، والا يجي يوم القيامه ربنا يغفر، خذوه الى النار الى جهنم، يقول اي ربي تصدقت فيه، يقول الله الله كذب، تصدقت ليقال كريم جواد. انما المد في صدقه، يقول لك انا طلعت اللي علي، لا ده ركن، وفي اموالهم حق معلوم 2.5% على كل 1025، انت مش بتمن علينا، ده هناخده زي الصلاه والحج، وان ما طلعتوش لمن يستحق هتعاقب وتحاسب. طب طلعت ال 2.5% اذا بلغ النصاب اللي هو ال 85 جرام ذهب عيال 21 بسعر اليوم اللي اطلع فيه. ثانيا خلاص انتهت القضيه، لا، الصدقه اتقوا النار ولو بشق تمره. لذلك القران يقول في اموالهم حق مش معلوم، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، لان هناك في الزكاه معلوم مقنن محدد 2.5%، لكن في الصدقه مش معلوم. في الصدقه من جنيه الى مليون جنيه انت وربك، الباب معاك مفتوح طبعا. طيب حتى طلع الصدقه في بقى كمان اطعمه، الولد لما يتولد نقول له اعمل عقيقه كل منها انت والفقراء، لما يشتري بيت جديد في السنه يذبح، لو نذر، مع ان النذر لا ياتي بخير، يوفون بالنذر. في الحج اطعام اسمه الهدي حتى يبلغ الهدي محل. ما دي كلها اموال في صوره اطعمه. لا حضرتك انا عايز اقف بس عند الجزئيات دي، لان دي قوانين احنا اول مره نعرفها. لو اشتريت بيت جديد ايوه اذبح؟ طبعا. اولا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اتقوا سم الاعين وغيظ القلوب. يعني ذبح ده حضرتك تجيب لي بيت ب 3 مليون انت وعياله وسايب الغلابه، فلما بذبح اولا باخد الغل والحقد والحسد، اثنين بقول يا رب الدم اللي هيسيل من الذبيحه بدل ما كان يجي فيا وفي عيالي، لا اديني ذبحته فافديني به. سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. وعند الزواج مش في وليمه؟ اولم ولو بشاه. لماذا حس رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الذبائح وتلك الاطعمه؟ عشان اوكل الفقير، ما انا ممكن اديله طعام افضل ما اديله فلوس. هب ان جاري بيشرب سجاير ومدخن ومبذر، ولو اعطيته فلوس مش هيسال في مراته وعياله، لا انا اجيب لهم بقى وجبه عشاء عشان بجبره بطريق مباشر او غير مباشر، وكل العيال الغلابه دول وما تبقاش اناني. لذلك ربنا يقول ويطعمون الطعام. احيانا يكون اخراج الطعام، ما خلاص اهو بدل ما اديله فلوس ويجيب او يبعزقها ويسرف ويبذر، غير مسؤول، ما عندوش المسؤوليه نحن مراته وعياله، فبنقول له لا الاكل جاهز. ودي بقى بتيجي في المواسم، في رمضان وغير رمضان بتجد حضرتك الكرم والسخاء والجود والعطايا والهدايا والهبات. أليس في باب الفقه الإسلامي باب الهبة؟ نعم. أنا عايز أهب لحضرتك شيء وحضرتك تدهون، الوصية أليست هذه من المال؟ نعم. الوصية من بعد وصية يوصي بها أو دين، ولكن في حدود ألا تزيد عن الثلث. نعم. ثلث والثلث كثير. تمام. يبقى الغنى ابتلاءان، أحدهما في القلة والثاني بالكثرة. صحيح. كيف يتحكم هذا الغني في المال؟ المال إما أن يرفعه أعلى عليين. بهذا المال سبقنا سيدنا عثمان عندما اشترى الجنة من الله مرتين. لو كان فقير كان يشتري الجنة، لما جهز تلت جيش تبوك. نعم. جيش العسرة. نعم. ولما اشترى بئر روما بعد الهجرة. المال سلاح. أبدا ما كانت الأمة الإسلامية أمة فقيرة متسولة، ويوم نكون فقراء أو مساكين نمد أيدينا إلى الغرب ضاعت كرامة الأمة العربية، هانت الأمة الإسلامية. إنما الاقتصاد عصب السياسة، والمسلم علي أن يكون غنيا ثم يكون زاهدا. يقول لك لا أنا زاهد في الدنيا، الفقير ليس بزاهد. الزهد معناه أن أترك ما عندي، أنا راجل ملياردير هلبس الحرير والذهب،
لا انا زاهد هلبس على قد بس عندي، انما واحد شحات واحد ما عندوش نقول عليه زاهد؟ نعم. يزهد في ماذا؟ هو لا يملك شيئا على الاطلاق. طيب. على الامه الاسلاميه ان تسعى اقتصاديا لترجع الامه المحمديه الى ما كانت عليه. طيب.